السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. النهاردة هنركب أعلى شاشة أندرويد ركبتها لغاية دلوقتي، رامات 4 جيجا ومساحة 64، شاشة دبل بيز رامات 4 جيجا ومساحة 64، ودي الكاميرا دبل بيز برضو اتش دي الكاميرا. نبص على الوصلات كده، وصلات الشاشة دبل بيز. طبعا الشاشة دي غالية يا جماعة، في حدود 4800 جنيه، 4600. تمام، دي الفيشة. طبعا الشاشة دي هتركب في لانسر بوما، فاحنا هنعمل تعديل في الفيشة، مش مشكلة، اهم حاجة يبقى في الفيشة اللي هتركب في الضفيرة. تمام، ودي الوصلات، وصلت طبعا الصب والشاشة فيها 3 فلاشات، بيجي معاها 3 وصلات فلاشات. تمام، وصل جي بي اس، هي شاشة محترمة بصراحة. وصلت كاميرا، وكمان حتى شكل الوصلات مختلف تماما عن اي شاشة تانية بصراحة، يعني حتى الوصلات مهتمين بيها عشان هي غالية. دي الحتة اللي هتركب في العربية دي. تمام، هنوصلها على الفيشة اللي احنا هنركبها بتاع الكاسيت، يبقى كده احنا ملعبناش في تفرط العربية ولا سلخنا سلك حتى، كده احنا بنلعب في الفيشة اللي بره. تمام، ده وصل، دي الفريم بتاع التكييف، شايفين يا جماعة هو قبل ما اركب اهو بيلمع. ودي الرسومات اللي بتبقى اللي هي بتاعت الساعة والسخن والدرجات بتاعت التكييف اهي، بتيجي معاها اللزقة كمان، تلزقهم في الأماكن الفاضية تبقى بتاعتها بالظبط. تمام، ادت الحاجات اللي هتركب اهي، ولسه بعد كده هنركب كمان في اللانس ربومة دي الصبانة كمان، ماشي، 1200 واط اهي، هنركب الصباية دي 1200 واط. الصباية دي محترمة زي الادريان اللي كانت نازلة قبل كده، 1300 برضك. الصباية دي اختفت من السوق مع انها كانت صباية جميلة والله. الصباية انا كمان دي حلوة برضو، 1200 واط وقوية مش ضعيفة، وحجمها معقول يعني تركب فيها عربية، مدهاش اللي بيحطوا شنط او حاجة، صغيرة وبيزها معقول وبتنغم في الصوت معاك. يعني في ناس تقولك لا مركب صباية ايه وملهاش لازمة، لا الصباية يا جماعة بتنغم في الصوت، بتبقى في بيزة ما بتطلعش غير من الصباية مش من السماعة، للي غاوي يعني صوت. تمام، دي حاجة لازم تعرفوها، في بيزة ما بتطلعش غير من الصباية، وفي تريبلاية اللي هي التويتر يعني ما بتطلعش غير من التويتر، لازم تكون مركب تويتر عشان تطلع منه التريبلاية. تمام، ده الضمان والكتالوج بتاع الشاشة اهو، ضمان دبل بيس. انا نطلع بقى الشاشة المحترمة دي، اغلى شاشة ركبتها لغاية دلوقتي، شاشة بس لوحديها ب4600 او 800 اهي، يعني ممكن كمان تشتغل معاك في البيت الشاشة دي، لان فيها وصلة اتش دي من ورا، وصلة اتش دي اهي، يعني عربية ماشي في البيت ماشي، تركب في اي حتة. تمام، دي ميزة فيها برضو يعني. تمام، ودي المسامير اللي جاية معاها اللي هتركب في الفريم، ومن تحت بقى في وصلة الجي بي اس اهي، وصلة الجي بي اس اللي هي الانتنة بتاعت الجي بي اس. تمام، ده رقمها DB5010، دي بالنسبة لي بصراحة اجمد شاشة ركبتها. الشاشة الخلفية بتاعت الشاشة وهي مطفية بتبقى سودة، الشاشة الغالية بتبقى سودة، ده حكاية الموبايلات بالظبط.
تمام. احنا كده بنربطها في الفريم، شايفين وصلت ال اتش دي، يعني ممكن توصلها على شاشة البيت كمان لو حبيت تركبها في البيت. ايوه وصلناها اهي، ركبنا الاربع مسامير، شايفين منظر الشاشة، شايفين الشاشة الغالية شكلها ايه وهي مطفية لسه ما عملناش حاجة. بصوا منظرها شكله ايه، دي بقى تشغل عليها الميرور لينك من غير ما يقطع منك هوائي، يعني من غير كابلات، دي ما تقطعش منك وانت مشغل، لان البروسيسور بتاعها عالي والرامات بتاعتها عاليه. وده الكابل الادرين طبعا اللي مش بشتغل غير بيه، الكابل ده اساسا كابل عملي محترم يعيش معاك. دي هتركب طبعا للصبايه اللي هنركبها ورا، لان كباتش ال 1200. بص بقى بجيب ايه بقى، بيبقى في وسائط كهرباء كامله بتتباع، انا ما بركبهاش، بعملها عموله، اجيب الكابل الادريان والسلك ده اسمه سلك حجازي بتاع عربيات، في فرق بين كهربة البيت وكهربة العربية، ده اسمه سلك حجازي، في 1 ملي، في 2 ملي، في 3 ملي، وفي 4 و6 زي ما انت عايز، بس المعقول اللي هو 2 ملي، ده يعيش معاك. والوصل الادريان تركبهم مع العلوتين دول وخلاص، الوصلة دي تنساها، ما تقطعش منك ولا تفصل لغاية ما تبقى العربية كمان. تمام اهو الكابل الادرين اهو كده، احنا بنرميه جوه الطابلو لغاية ما يروح للشنطة ورا، مع ايه، مع وسط الكهرباء اهي، هما الاتنين يروحوا لغاية الشنطة ورا. تمام، عرفت بقى بركب ايه، الوسط البازوكا او الصباية، كابل ادرين والكهرباء سلك حجازي 2 ملي او 3 ملي، لو هتركب جي امين ركبها 3 ملي 4 ملي، جي ام واحد او صباية واحدة تركب 2 ملي. ودي الكاميرا اهي، وصلت الكاميرا دبل بيز برضو اتش دي، كهرباء وكابل الصورة بتاع الكاميرا. تمام، دي الكاميرا جاية، بص لاتش، دي لاتش، يعني ايه لاتش؟ هتركب في الشنطة. الودن بتاع الكاميرات دي بتبقى ضعيفة شوية، فممكن حد يروح لففها كده يقطمها. تمام، فاحنا هنركب بقى ايه، نخليها حفر، حشنا اللاتش اهي وخليناها ايه حفر، هي بيجي معاها دي او دي زي ما انت عايز، عايز تركب دي او تركب دي براحتك، بس انا بحب اركب الحفر لانها بتبقى قاعدة جوه الاكسدام، محدش يقدر يحوش او يبوظها. تمام، وبتيجي معها البنطة بتاعتها طبعا الكاميرا. ودي الوصلات اهي، رميناها اهو لغاية ورا في الشنطة، كابل الار سي مع الكهرباء مع الايه مع الارضي. وخلي بالكوا كابل الحجاز اللي انا بجيبه ده، اي عربية بجيب 7 متر، ليه 7 متر؟ عشان باخد منها في الاخر حتى للارضي حوالي متر او متر ونص، ف7 متر بتكفي من البطارية لغاية ورا، وبعمل الارضي منها برضه. تمام، بس بعلم الكهرباء ايه، بعقد الكهرباء كده عشان تبقى متعلمه، لان السلكين هيبقى شبه بعض اهو كده. احنا بنوصلناها اهو، وهنخلي الصبايه على ال بي اف. تمام، يبقى هنخلي الزرار على ال بي اف عشان يدينا بيز، بس الناحيه التانية هديك بيز وصوت، احنا مش عايزينها بيز وصوت، احنا عايزينها بيز بس. تمام كده، احنا بنحمل الاسامي من الموبايل على الشاشة، طبعا في سرعة طبعا في الاداء وفي كل حاجة، اي حاجة يا جماعة تمنها غالي تمنها فيها، طبعا الغالي تمنه فيه معروف، تديك ريزوليوشن صورة وقوة وسرعة وعمر طويل طبعا، وهي اجمل ما فيها انها بضمان سنة، يعني ما تقلقكش في حاجة، وتركب في عربية، مش لازم العربية دي، يعني ممكن باي فريم تركبها في عربية تاني. تمام، احنا كده بندخل جوجل بلاي، بصوا بقى السرعة في الاداء بتاع الشاشة، مفيش هزار، تخش على طول ولا تطلع برا ولا نعيد من تاني، وهي اندرويد 10، يعني حاجة محترمة بصراحة. والشاشة بتاعت الجوجل بلاي سودة لو تلاحظوا اهو،
تخش على اليوتيوب هيوديك تحدث على طول. بص شايف، مش يخش يقول لك لا مش هينفع تشغل جوجل بلاي، لا يوديك تحدث، تحدث بعد كده يفتح. بص شوف اهو، قال لك حدث الاول، ده هيسيبك كده تفضل تدوس على اللي هو رمته، قال تدوس كده ما يجيبش حاجه. طبعا اللي فاهم هو اللي بيروح رايح يحدث خدمات جوجل بلاي، ده يحدث من نفسه. امكانيات الجهاز ده، امكانيات يا جماعه، وطبعا شكل الايقونات ومظهر الكاسيت اساسا حاجه تانية غير اي شاشه ركبتها بصراحه. هو لو ينزل منها احجام اكبر من كده هتبقى جامده، بس هتبقى اغلى. دكتور محمد فوزي، تربيه رياضيه، وطبعا حماده ما شاء الله عليه يعني محترف ومتمكن، يمكن هو كان السبب الرئيسي في اختياري في الشاشه ديت، شاشه على مستوى عالي جدا ما شاء الله، مع الصبايه مع السماعات اللي كان حماده مركبها لي قبل كده، حاجه محترمه جدا يعني. بشكرك وتسلم ايدك يا حماده. ايوه يا دكتور، الف مبروك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. ودي كانت الشاشه التسعة بوصه فلانسر بوما، كان معكم حماده دي.